متابعينا الاعزاز على منبر اشواق تيفي، اهلا ومرحبا بكم مره اخرى. احنا اليوم ضمن فعاليات نسخه 12 من مهرجان الضحك مدينه الجديده. كاين بزاف الكوميديين وبزاف الجماهير وجمهور دكار الحرار ميدو زعار، جينا نضحكوا ونقشبوا معاهم شويه. خليكم تشوفوا معنا ما تمشيو فين. فراسك راه كاينين الشيخات؟ كا؟ كاينين الشيخات؟ ويلي الشيخات كاين نتفرجوا فيهم. علاش؟ شنو علاقتك بالشيخات؟ شي حاجة كيعجبوك واقع؟ لا علاش كيعجبوني؟ مازال اسمح لي اسمح لي. اهلا 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 تبارك الله. اسمع وراك ناشط شعبان هذا وحنا ناشطين. انت تشوف عندك اخويا مع الشيخات هو النشاط كيزيد في العمر. يقول لك خليتي البليد ها؟ والبلاد خلينا جايه بلا الشباب صافي باش الجمال. الله عندي شي شيا ولا تزيدو معايا في الطبسي. كاين شي بيض ولا والو؟ البيض موجود درتو على المشاريع درك 50 دجاجه كنطلب شي 35 دجاجه. داكشي غادي في الامور غادا مزيان. ولا شتي من بجاعه الجديده؟ جيت اخويا هزتني الكرويله المحطه ومن المحطه شديت الكار جعيدان من جعيدان هاد انا فاق الكازا من الكازا جيت الجديده. ضرب شي دوره عالميه باش تجي المهرجان الجديد. تيران وطيح حاجه اليوم 100 درهم. الله الله وشحال مخلص؟ شي 12 وزلت من بوزنيقة هنا. يعني انت خاسر؟ خاسر خاسر ما رابحش. حقلك عيان؟ عيان. ودابا كنوجدوا رمضان دعقنا شعبان قسما لله حكون رمضان نسيبوا داكشي يلا قودا قود. كي جوك اليوم الشيخات؟ اودي شعبان هذا كون ما كانش شعبان؟ كون ما كانش شعبان نجيبوه في رجب ولا نجيبوه في رمضان حنا كاع شنو. تبارك الله عليك. الله يبارك. بصح الزموريين عندهم مع الشيخات؟ اش غنقول لك؟ هذا الشيخ الدليل على هذا ما عندوش مع الشيخات. عاد عاد شد شد تقعد. ها هو هز بندير بروفيسيونيل. بلاش. تبارك الله عليكم. اتحفتونا. قول لي عرفنا براسك. معك خالد عباسي من القصيبه. واش قلتها بشويه؟ مع الكرافات؟ مع الكرافات. عاودها عاودها من الاول. معك خالد عباسي من القصيبه. تبارك الله. انتم فرقه من بجعد؟ اه. الشيخات معاك ولا جايب؟ اه معنا. خدامي معاك ديما؟ رسميين؟ شحال كتعطيهم؟ السيمو هو اللي مكلف. تبارك الله على السيمو. اجا خويا السيمو. السلام عليكم. يعني انت ما يمكنش تخرج بالتصريح الا ما كانش السيمو. سولناه الشيخات بشحال خدامي؟ الثمن ديالهم كيخدموا ب 4000 درهم يعني مجموعه كامله. لا الشيخات الشيخات بوحدهم 400 درهم 500 درهم ماشي بزاف. لا بحال هكا كيخدموا. وغرامه الا كانت غرامه كيقسموا معاهم يعني كاع 1000 درهم الا كنا في شي فيستيفال كبير 1000 درهم. مصدومه مصدومه. دابا قالوا لك شاركنا في شي شاركنا في الطنبوله ديال ومشيت وطلعت وهبطنا باقا ما عرفت والو. هنايا كيفاش باقا ما عرفتي والو؟ ما ربحتي والو؟ ما ربحنا والو باقا ما شفنا والو. علاش كنتي مشاركه؟ كانوا دايرين شي طنبوله وطلعوك وهودوك ما عطاوك والو. صافي صلوا لي جديد. علاش لبستوني ديال الراجل؟ عادي جدي وراجل راجل هو. سميوكش مريقي؟ لا علاش مريقي؟ شعب شنو هو المعنى ديال المريقي؟ مريقي كنت كتبغي شي فرقة أخرى كما قلت تولد جديدة كتبغي فرقة أخرى. أنت مريق؟ هي ماشي مريق. وأنت قلتي لنا زعما ولد جديدة حليش حليش عيني في الراس. واحد الفريق ديال الشمكارة لاعب مع فريق ديال الناس السنيين. الشمكارة غلبوا السنيين ب 20-0 باش الشمكار كيتمشي يجري كيضربها في التوش كيقول واه بيت. كيقول لي هذاك السيد السني لا ماشي بيت راه كورنر. كيقول لي والله تبيت. كيقول لي امنا بالله غلبهم ب 20-0 بامنا بالله. قول لي
كلشي باغي يعرف السر وراه الطربوش شنو كاين. الطربوش ماشي هذا الطربوش تحت من الطربوش الراس. الراس فيه الزغب. الزغب فيه الزغب وفيه المخ. الطربوش هذيك لا بغينا نعرفوا واش قرع ولا كاين الشعر. اش غنقول لك ما نقدرش نوريك الطربوش لانه هو سر. ما كنبغيش نوري الشعر للناس يوليو حاسديني ولا مكليني لان ما تبقى في الشعر. تبارك الله عليك. شكرا. الله يحفظك. لا ما درش والو حق سولوني على شي حاجه تافهه جاوبت عليها انا بهذاك الشيء اللي قسم الله وبنادم ما عرف. راك تفاهم سلكه. والتفاهه هي اللي واكله في هذا البلاد. من دابا كنتو في التفاهه التفاهه التفاهه. خويا إما ندير التفاهه من 2010 وانا بادي ما غنمشيش في التفاهه غنبقى ندير داك الشيء اللي انا مآمن به. نجح واحد النهار راني آمنت به هو اللي خصو يكون. ما نجحش المشكل راه ماشي فيا انا. من 2010 وانت بادي. الحمد لله. ودابا فين غادي؟ وانا باقي غادي تنموت. انت هضرني على الفلاحه في ازمور كي دايره؟ الفلاحه في ازمور شنو نقول لك كانت شي وقت كانت الفلاحه بصراحه كانت الفلاحه في واحد المنطقه كيقولوا لها الولجه كانت معروفه بالمطيشه وبالليمون. مي دابا طلع لهم هذاك الملح ديال البحر الفلاحه قلالت شي شويه كاين بطاطا وخير. Thank you.